ازي حضرتك يا فندم؟ مبروك يا مبروك يا احمد، الف مبروك. خلينا الاول نسال، هل في اصابه عندك ولا حاجه يا احمد؟ يا كابتن، يمكن من اول 10 دقائق في مباراه كره احمد شعبان كان حصل لي جزع في قرنك رجليه كده، بس قدرت اكمل عليه الشوط الاولاني كله. ايوه، وحسيت في اخر الشوط كده ان انا رجليه بدات تورم، خرجت طبعا طلبت ان انا اتغير على طول، ما قدرتش اروح على الارض. يمكن النهارده يا احمد الشوط الاول في مجموعه انفرادات لفريق بتروجيت، هل انتوا عانيتوا نسبيا من الاطراف النهارده في غياب احمد علي وسيد معوض يا احمد؟ طبعا، يمكن طبعا غياب سيد واحمد طبعا مؤثر، رجال لعبوا النهارده طبعا كانوا كويسين الحمد لله، بس في فريق بتروجيت طبعا يمكن طبعا هجومي شويه، وبدأ المباراه كان عايز يبقى غيرنا بهدف، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ على شباكنا نظيفه الشوط الاولاني. طبعا الشوط الثاني دخل في مرانا هدف، والحمد لله يعني قدر عماد متى يحرز هدفين ورا بعض، والحمد لله قدرنا نفوز المباراه الحمد لله. طب قول لي يا احمد، عشان انا عايز اعرض الهدف اللي دخل في مرماكو على الشاشه دلوقتي، اوصف لي يا احمد يعني جت ازاي الحكايه دي على بعضيها؟ انا والله انا كنت جوه، انا كنت بربط رجليا، فخرجت ساعه الهدف ما كان جه، يعني اول ما انا خرجت كان هو جه خلاص. كنت انت خرجت فعلا، انا عارف. الشاشه في الاستاد ما بتعدش الاهداف، لكن انت ما شفتوش والله يا كابتن. لسه ما شفتوش، يعني هو كان دربكه الحقيقه غريبه جدا جدا، وانفراد من الانفرادات اللي صعب تحصل على النادي الاهلي، لكن كانت مباراه صعبه يا احمد بشكل عام. طبعا الحمد لله يا كابتن، يمكن الفرقه طبعا فريق بتروجيت عنده دافع ان هو كان يفوز النهارده عشان يخش في منافسه ثاني، وده كان طبعا امل ان هو يكسب الاهلي عشان احنا الاول، لكن الحمد لله طبعا كان مباراتين صعبين جدا انبي او بتروجيت، لكن الحمد لله قدرنا نفوز فيهم، وعندنا افريقيا ان شاء الله، ونبدا بقى نفكر في الدوري ان شاء الله. بالتوفيق يا احمد ان شاء الله، والف مبروك. ماشي يا كابتن جدا. مبروك.